افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بمشاركة غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين وبالتعاون مع الجمعية التعاونية الأمريكية لبرامج المريض الدولي، افتتح فعاليات منتدى شراكة الرعاية الصحية الأمريكي البحريني. وسلط المنتدى الضوء على جملة من الفرص الواعدة في مجال الرعاية الصحية وسبل تقوية أواصر التواصل والتعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة وتعزيز المصالح المشتركة في القطاع الصحي. نخبة من المتخصصين وصناع القرار في القطاع الصحي من الولايات المتحدة الأمريكية يجتمعون في البحرين ليلتقوا بنظرائهم البحرينيين لبحث سبل التعاون في مجال الرعاية الصحية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون الدولي في هذا المجال. هم جايين البحرين تشوفون سبل التعاون مع البحرين. طب بالطبيعي انه يعني اي اتصال وتواصل مع مثل هالمجموعه تسهل لنا اشياء كثيره، تسهل لنا مثلا حتى تدريب بعض اطبائنا او حتى انتداب بعضهم يشتغلون عندنا، بعضهم في الحالات مثلا تروح هناك حق علاج الى اخره. وبعدين عندنا الحين اصبح دائما عندنا في مساله يسمونها التليميديسن. التليميديسن الحين اصبح ممكن ان من البحرين ممكن تكون عندك علاقه مع مستشفيات امريكا تحول لهم مثلا حالات معينه. منصة مثالية في مجال الرعاية الصحية، بحث فيها المشاركون عددا من المواضيع الجوهرية للتعرف على المزيد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون بين المستشفيات الأمريكية ونظرائها في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى مملكة البحرين. يشارك في هذا المنتدى وفد كبير من المختصين في الرعاية الصحية الأمريكية يمثلون أفضل المؤسسات الصحية في أمريكا، كما يضم اللقاء عددا من ممثلي القطاع الصحي في البحرين. ففكرة هذا المنتدى هي التقاء كافة المستشفيات والباحثين في القطاع الصحي للعمل على الارتقاء بسبل العلاج المختلفة في مملكة البحرين، فنحن نتطلع أن تكون نتائج هذا المنتدى مثمرة وإيجابية. احنا على علم بأنه تاريخ البحرين وأمريكا في مجال الطب حافل، فبالتالي هذه بس يعني المؤتمر هذا الهدف منه انه يزيد من هذا التعاون في هذا المجال، لانه هذا مجال مهم واحنا عندنا مستشفيات وكوادر طبيه ممتازه وامريكا عندهم تكنولوجيا، فبالتالي مهم انه يلتقي الكوادر مع التكنولوجيا ويصير بينهم مثلا شراكات. هذا المنتدى سيكون له دور كبير في إيجاد منصة متميزة بين مجتمعي الرعاية الصحية في مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال العمل على مناقشة أبرز وآخر التطورات التكنولوجية بما يساهم في تعزيز الخدمات الصحية بين البلدين الصديقين وبناء تفاهمات مشتركة بين مجتمع الرعاية الصحية البحرينية وكبرى المستشفيات الأمريكية المهتمة بالتعاون الدولي. هذا المنتدى سيلعب دورا كبيرا في إقامة جسر تواصل قوي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية للارتقاء بالقطاع الصحي وإيجاد المزيد من التعاون المشترك بين البلدين في هذا القطاع، وذلك بما يوفره من فرص واعدة ومتقدمة في هذا المجال. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.